لحم عجون أو لحم بعجين من الأكلات الشعبية المحبوبة المفضلة عند الشعب التركي بمختلف مكوناته وطبقاته، ولا بد لكل من يقوم بزيارة تركيا أن يتناول هذه الوجبة السريعة. تتعدد الروايات التي تبحث في أصل هذه الأكلة، فمنهم من يرى أن بدايات إعدادها وتناولها كان في سوريا وتحديدا من حلب، والبعض الآخر يرى أن أصولها أرمنية، ومنهم من يرجعها إلى مناطق في جنوب تركيا والتي انتشرت منها إلى باقي الولايات. وحول طريقة عمل اللحم عجون، فإنها تتشابه بطريقة إعدادها في كل من أرمينيا وسوريا، وتختلف عن تلك التي يتم صناعتها في المطبخ التركي، وقد تختلف أيضا من منطقة إلى أخرى ضمن الولايات التركية، وتختلف في مدينة أضنة عنها في مدينتي أورفا وغازي عنتاب بأنها أصغر، عجينتها أرق، لكنها بكلا الحالتين مليئة باللحمة الناعمة المفرومة. تصنع لحم عجون بشكل أساسي من العجينة المخبوزة الرقيقة، ليوضع فوقها اللحم الناعم المفروم المتبل بطريقة خاصة، وقد يتضمن اللحم قطعا صغيرة من الخضروات والبهارات والبصل والفليفلة والفلفل الحار حسب الرغبة. ومن أهم ما يجب أن يكون مرافقا لهذه الوجبة هو البقدونس والنعناع الأخضر وعصير الليمون، وبالإمكان أيضا أن تؤكل ملفوفة بشكل ساندويش، ويفضل تناولها مع اللبن العيران. انتشرت لحم عجون في العديد من الدول الغربية وأمريكا لتسمى بالبيتزا التركية، كونها نوع من أنواع المعجنات والوجبات السريعة التي تتميز بسعرها البسيط وحجمها المميز واعتمادها بشكل أساسي على الفرن الذي يكسبها القوام المقرمش والنكهة اللذيذة.